بالله عليكم هذا انصاف؟ يعني الحديث اللي يقول قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، هم قطعوا أرزاقنا، مو بس أرزاقنا قطعوها، لا هم طبقوها الاثنين علينا، يعني قطعوا أعناقنا وقطعوا أرزاقنا، وتردون نيجي نحامي من هاي الجمهورية، من هذا الظلم، نحامي من هذا الاستبداد. يعني هذا ما هو انصاف، هذا مو انصاف. وين الضمائر؟ ما يا اخوان، ارجو وخاصه كلامي اوجهنا لاخواننا المزارعين اصحاب الارض الاصليين، انه يا اخوان خلونا نقتدي بالشعب الفلسطيني. شفتوا ايضا الشعب الفلسطيني كيف يحافظ على أرضه، كيف يحافظ على موطنه، وأيضا قاعد تشوفون يعني يوميا احنا نشوف هذه الأحداث اللي تحصل، رغم المجاعة ورغم البطالة ورغم التدمير ورغم تهديم البيوت ورغم انه الضرب ورغم كل هذه، ولكن مصرين على البقاء على أراضيهم وما حاضرين يتنازلون أو يتهاونون من أراضيهم، وظلوا مصرين وأثبتوا وجودهم على أرضهم. وأذا يردون فلوس ويردون إمكانات لإسرائيل اضطتهم أكثر من ما هم يتوقعون، ولكن إنه الأرض عندهم أغلى من كل شيء، لأن الأرض هي الثروة الوحيدة اللي باقية، لأن الفلوس يجن ويرحل، ولكن الوحيد اللي ما يروح هو الأرض. يا أخوان حافظوا على أرضكم، الأرض عرض، حافظوا على أعراضكم، لا تبيعون أراضيكم، لأن تأخذ أراضينا تعطيكم هذا شوي. وللأسف يعني حتى وصلتنا معلومات بأنه في جزيرة صلبوخ في المحمرة وفي عبادان والمدن الأخرى يشترون متر الأرض أرخص من يوز الجراب، هاي الفلوس يعطونا إياها ومن بعد فترة نشوفها تروح، وتالي أجياله تظل كل شيء مأكولين، أجيالنا شغل ما يعطونها، الوحيد اللي يمكن يقدرون يعتمدون عليه هو أرضهم. وإذا بعتوا أرض يا أخي أجيالكم راحت عنكم، أجيالنا راحت عنا، ليش بعنا أرضنا؟ هنا في بريطانيا أكو قانون موجود، هو مو قانون ولكن تقريبا متفق عليه، وهذا هنا الملك أو الأرض إذا واحد يريد يبيعها أو يريد يبيعها مو يأجر، إذا يريد يبيعها يبيعونها لسنوات معددة، مثلا يبيع الملك ماله لمئة سنة، وهو يعرف من بعد مئة سنة هو رايح من طيل عمره 50-60 سنة، ويبيع أرضه يبيع ملكه لمدة مئة سنة، يعني هو عارف بأنه من بعد المئة سنة ماله وجود على هذا، ولكن ليش يبيعها لسنوات وما يبيعها بالكامل؟ لأنه يعرف عنده أجيال جاية ويريد أجياله تستفاد من هذا الملك أيضا، هو مستفيد من عده طالما موجود هو حي، وبنفس الوقت من بعد مماته أجياله راح يذكرونه بخير وطيب. ليش؟ لأنه خلالهم هذا الملك ثابت. فيا أخوان إحنا إذا ما نقدر نعمل هذه الطريقة احنا جوعاني، فعلى الاقل انه نحافظ على ارضنا، لان اذا بعناها بطالة راح تكون عندنا، مجاعة راح تكون عندنا، وفوقها راح يجيبون لنا من المناطق الفارسية ناس يسكنونهم على اراضينا، مفرسين شعبنا ومفرسين ثقافتنا ومدمرين كرامتنا ومدمرين حضارتنا، وإحنا محنا راكبين أي شيء. فيا أخوان حافظوا على عدم بيع أراضيكم بكل قيمة اللي تكون موجودة. كثير من الأهوازين اللي باعوا أراضيهم ولا واحد جابهم طيب وخاطر، وإنما أحد الأخوة اللي حافظ على أرضه وأيضا حصلة هناك اشتباه، ما زال كبير بعيون الناس، ما زال الناس كلها تقدره وتحترمه، لأنه حافظ على كرامته وحافظ على أصالته وحافظ على أرضه.
نعرف جوع، احنا نتفق وياكم اخوان، نعرف جوع موجود، نعرف بطالة موجود، نعرف غلوان موجود، ما تقدرون تمشون حياتكم وانتم مضطرين على هذه الشيء، ولكن علينا ان نتحمل، وان شاء الله هذا الظلم ما رايح يبقى طالما هناك إرادة موجودة مطالبة بحقوقها. فما يضيع حق وراء طلابه. بهذا الموضوع أعزائي الكرام نختم برنامجنا لهذا اليوم، وحتى برنامج آخر وموعد آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.